الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض. عدد من أعضاء الحكومة ينظمون اجتماعات تحسيسية في نواكشوط والولايات الداخلية حول أهمية إنجاح الإحصاء الانتخابي التكميلي. اختتام الدورة التكوينية التي نظمتها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع مشروع دمع قدرات القطاع العام. مرحبا بكم مشاهدينا، نبدأ نشرتنا بنشاطات البرلمان، حيث صدقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس برئاسة السيد محمد المحمد نائب رئيس الجمعية على مشروع قانون النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض بعد إدخال جملة من التعديلات عليه. وقد أوضح وزير العدل في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون يأتي لسد بعض الثغرات الملاحظة في الإطار القانوني المنظم لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض. 18 مادة خضعت للتعديل من أصل 25 هي مجموع المواد التي تضمنها مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض. المواد المعدلة شملت أجل الإنذار والإكراه البدني والحرمان من القروض وغيرها من المواد. بعد استعراض تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع حول الموضوع، جاءت مداخلات السادة النواب الذين ثمنوا مشروع القانون والتعديلات التي أجريت عليه، معتبرين أنه يدخل في إطار حماية مصالح مختلف الأطراف الدائنة والمدينة، كما طالبوا بالعمل على تحويل مؤسسات الاقتراض إلى مؤسسات فاعلة في التنمية الاقتصادية بشكل أفضل، مذكرين بأن البنوك اليوم أصبحت ضرورة لا يمكن الغنى عنها، مستشهدين على ذلك بالعديد من الفتاوى المتعلقة بهذا الشأن. نواب آخرون طالبوا باعتماد الصرافة الإسلامية والابتعاد عن الربا بشتى أنواعه، معتبرين بعض مواد مشروع القانون المقدم منافية للدستور الذي يعتمد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، كما أكدوا على ضرورة حماية مصالح المواطنين وإبعادها عن سطوة النافذين. وزير العدل السيد سيدي ولد الزين أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى وضع آلية تضمن استيفاء المصارف ومؤسسات الاقتراض لديونها، مضيفاً أن 38% من ديون المصارف لم يعد من المتوقع تسديدها، وقد راعى مشروع القانون مصالح جميع الأطراف الدائن والمدين والمودع، يضيف السيد الوزير. وحول الصرافة الإسلامية أكد وزير العدل أن بلادنا لم تمنح خلال السنوات الثلاث الماضية رخصة لأي مصرف لا يتعامل بالمعاملة الإسلامية، وأن جميع البنوك اليوم تتمتع بنافذة يمكنها من خلالها التعامل وفقاً للشرع الإسلامي، وأن بلادنا تعتبر اليوم في طليعة الدول التي تتمتع بمصارف إسلامية. وبخصوص الموظفين والعمال، أكد وزير العدل أن مشروع القانون لا يستهدف إلا المقترضين الكبار. واختتم السيد الوزير ردوده بالحديث عن بعض الإجراءات المتخذة لإصلاح وضعية المصارف في بلادنا. وفي نهاية الجلسة اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع القانون المقدم للنقاش والتعديلات المدخلة عليه من طرف الحكومة ولجنة العدل والداخلية والدفاع. من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعا برئاسة النائب دانو العثمان رئيس اللجنة، خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على قرض موقع بين حكومة بلادنا ومصرف إكزيم بانك بجمهورية الصين الشعبية، مخصص لتمويل مشروع محطة التوليد الكهرومائية في كويتا بجمهورية مالي. وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد سالم البشير رفقة عدد من معاونيه. وعلى مستوى الغرفة الثانية، عقدت لجنة المالية وحسابات الأمة اجتماعات مساء أمس تحت رئاسة السيد سومار عمر سيلي رئيس اللجنة لمناقشة ميزانيات قطاعات الخارجية والشؤون الإسلامية والاتصال والعلاقات مع البرلمان لسنة 2014. مثل الحكومة في هذه الاجتماعات وزراء القطاعات المذكورة وهم السادة أحمد والتقدي، أحمد والنيني، وسيد محمد والمحم.
ونصل الآن إلى نشاطات أعضاء الحكومة في الولايات الداخلية، والبداية من عاصمة ولاية البراكنة، حيث ترأس وزير الداخلية واللامركزية اجتماعا مع السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين بهذه الولاية. واستعرض الوزير خلال الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت في البلاد في السنوات الأخيرة، مبرزا جو الحرية والديمقراطية والأمن الذي تنعم به البلاد. حملت الرقم الخامس على الخارطة الإدارية للوطن، وشكلت المحطة الخامسة كذلك من زيارة الاطلاع والاتصال التي يؤديها وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد الأحمد سالم المحمد رارة لولايات الوطن. مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة شهدت اجتماعا بالسلطات الإدارية الإقليمية ترأسه وزير الداخلية واللامركزية، ذكر فيه الحضور بجسامة الأدوار الملقاة على عواتقهم انطلاقا من كونهم قناة الاتصال الوحيدة ما بين الدولة والمواطن ورعاة حقوق هذا الأخير والمشرفين المباشرين على تدوير عجلة النماء المحلي. هذه المهام الجسيمة والمتعددة المتداخلة الحساسة تجعل منكم أشخاص غير عاديين، لا من حيث طبيعة المهمة ولا من حيث مدى جسامة المسؤولية اللي عليكم أنتم واللي تمتازوا بها عن غيركم، واللي تتطلب كثير من التضحية ولا شك أنكم تقوموا به، وتتطلب كثير من المطنية من أجل أن يلقاش وعوده غايته وهدفه هو على أنه يخدم المواطن ويقرب من المواطن يقدم هذه الخدمات الجليله اللي ذكر نظرك للمواطن. في هذه السلطات احنا كنا في وضعيه واصبحنا في وضعيه. اليوم اصبحت ادارتنا اليوم اداره امن واداره تنميه. اصبحت اداره غايتها وهدفها هو خدمه المواطن وتقريب الخدمه منه وتسهيل ولوج الورافق العموميه له. وهذا يطلب ان نغير سلوكياتنا ومسلكياتنا في عملنا وان نضاعف جهودنا ياكلنا نقوم بهذا الهدف ونحقق هاي الغايات وهاي المسؤوليه اللي يكلفنا بها. عمد البراكنة في اجتماع مماثل بوزير الداخلية واللامركزية ذمنوا اهتمام السلطات العليا في البلد بالسهر على مصالح المواطنين في كل شبر من الوطن. وفي المقابل دعا وزير الداخلية واللامركزية منتخب الشعب في البراكنة إلى استشعار ثقل الأمانة التي طوقهم بها المواطن تماما كما طوقتهم تلك الأوسمة ذات الألوان الوطنية، مؤكدا استعداد القطاع للعمل على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها مساعدتهم على أداء مهامهم النبيلة. بعد ذلك دخل السيد الوزير في اجتماع مغلق بالسلطات العسكرية والأمنية في ولاية البراكنة. وعلى هامش الزيارة كان وزير الداخلية واللامركزية قد وقف على بعض معدات الحماية المدنية في ألاق، واطلع من القائمين عليها على مدى جاهزية فرق الحماية المدنية للتدخل كلما تطلب الأمر. وفي مدينة واذيب ترأس وزير الطاقة والنفط والمعادن مساء أمس اجتماعا تحسيسيا لسكان عاصمتنا الاقتصادية حول أهمية الإحصاء التكميلي للطابع الانتخابي، وحث السيد الوزير على ضرورة سحب بطاقات التعريف المؤمنة والتسجيل على اللائحة الانتخابية. شكل التحسيس بأهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية من خلال الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي موضوع هذا اللقاء الذي جمع وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد الخونة بالسلطات الإدارية وسكان مدينة واذيبو. إحصاء تكميلي سيفتح المجال أمام الذين بلغوا السن القانونية من تسجيل أسمائهم على اللائحة الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة للذين لم يحالفهم الحظ في التسجيل على اللائحة الانتخابية من قبل. كما تطرق الوزير إلى استعراض مختلف أوجه العمل الحكومي الذي مكن من إنجاز العديد من المشاريع التنموية لصالح المواطنين بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. هاي اساسا هو اللي ادى الحكومه انها تقوم بحمله منذ مساء امس على جميع ولايات الوطن، مشات بعثات حكوميه انها تحث المواطنين على التسجيل وعلى الاقبال على اخذ بطاقات تعريف اللي ما فات عدلها. وطبعا هذا يدل على اهميه الموضوع باللي موضوع مهم، كي تعرفوا هذا اساسي من ركائز الديمقراطية أن المواطن يعود يحضر في الانتخابات ويعود يحس أنها معدلاله، والحكومة تحتسب أنها عمل من واجبها أن تقوم به
فيطار رسمي، ولا هما اللي معدلته كاع جان مثلا اغلبيه ومعارضه، ولكن تحتسب انه واجب وطني ومن العمل الحكومي ترخيص الديمقراطيه. كما دعا والي ولاية داخت وذيبه السيد محمد فالو الأحمد يورى المواطنين إلى الإقبال على التسجيل في الوقت المناسب وإعداد وسحب بطاقات التعريف المؤمنة، مطالبا بتكثيف جهود التوعية وتحسيس بأهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية لتأدية الواجب الانتخابي. وكان عمدة بلدية وذيبها السيد محمد المعطلة قد رحب باسم سكان البلدية بالوفد الزائر، داعيا إلى ضرورة مشاركة جميع سكان البلدية في التحسيس والتوعية بأهمية الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي. كما تضمن اللقاء مداخلات لبعض المواطنين حملت بعض المطالب وثمنت الإنجازات التي تحققت في البلاد، والإشادة بالمكانة التي أصبحت تحظى بها بلادنا على الصعيدين الوطني والدولي. وفي عاصمة الحوض الغربي ترأس وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بمدينة العيون اجتماعا تحسيسيا حول أهمية الإحصاء الإداري التكميلي للطابع الانتخابي وضرورة التسجيل على اللائحة الانتخابية. في إطار الزيارة التي يؤديها حاليا لولاية الحوض الغربي، السيد سيدنا علي محمد خونة وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من أجل تعبئة السكان حول أهمية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ترأس زوال اليوم في العيون عاصمة الولاية مهرجانا شعبيا شرح فيه الخطوط العريضة لعملية الإحصاء هذه. اللجنة الوطنية للانتخابات شارفة وركع لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبادئة بإحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي يكمل اللائحة اللي يعدل على أساسها الانتخابات البرلمانية الماضية وانتخابات البلدية. ومطلوب من المواطنين كاملين اللي منهم ما فات سجل لأنه يسجل، اللي حد لا يدخل في منافسة يلا لا يعود جاهز له ولا يجهز له، لا لا فات لين عاد مسجل على اللائحة الانتخابية. اللي عنده بطاقته ولا فات سجل يلا لا يقبل على المكاتب ويسجل، واللي ما فات سحب كرضانديته يلا مولي لا يقبل على المراكز إلين يسحبها ويسجل. ومطلوب من الفاعلين كاملين والوجهاء أعلنهم يساعدوا المواطنين في تأدية واجبهم ويسهلوا لهم. سكان العيون ثمنوا هذه الزيارة مستعرضين عددا من المشاكل المتعلقة بالأجال المحددة للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، رد عليها وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة داعيا السكان إلى المشاركة في هذه العملية الإضافية التي من أجل نجاحها اتخذت السلطات العمومية كافة التدابير. ومن الحوض الغربي نتحول إلى أدرار، حيث عقد وزير الصحة أمس بمركز الثقافي ببلدية أطار اجتماعا ضم السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين السياسيين. وخلال هذا الاجتماع حث الوزير على ضرورة تحسيس المواطنين للإقبال على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي استعدادا للانتخابات الرئاسية. كان اللقاء الذي جمع وزير الصحة بالسلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني بمقاطعة أطار مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة في البلاد والمشاكل المطروحة لسكان أدرار، والتأكيد على ضرورة الإقبال على الإحصاء الانتخابي التكميلي الذي سيبدأ الأسبوع المقبل. وقد أكد وزير الصحة أن الحكومة ستقوم بواجبها لتحسيس المواطن وتعبئته حول القيام بدوره في العملية التنموية والمشاركة في رسم مستقبل البلاد بكل حياد. نحن ما أنهم اللي نظموا الانتخابات ولا أنهم اللي نشرف على التسجيل، يا قير بما أن حكومة وبما أن حكومة منبثقة من هذا المجتمع ومنبثقة من هذا المواطنين اللي زكاوا فخامة رئيس الجمهورية، حرص فخامة رئيس الجمهورية على أن جميع المواطنين يسجلوا سواء كانوا أغلبية وسواء كانوا معارضة. فياك ان التسجيل برهنوا به على انتمائهم لهذا الوطن وعلى وطنيتهم
وعلى أيضا يمكنهم من خياراتهم المستقبلية ومشاركتهم في مستقبل البلد بغض النظر عن هما خيارهم وشنو، لأن السعي عندنا الأساسي هو تدعيم الديمقراطية وتدعيم دعائم دولة القانون. اجتماع وطار كان مناسبة للسلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين السياسيين المحليين للتعبير عن استعدادهم لإنجاح الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي. ونبقى في الولايات الشمالية، لكن هذه المرة في تير الزمور، حيث ترأست وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ليلة البارحة في مدينة زويرات اجتماعا ضم المنتخبين والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية. ووضحت الوزيرة خلال الاجتماع أن الإحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي سيبدأ الأسبوع المقبل، مطالبة الجميع بالتعبئة والتحسيس لتمكين المواطنين من التسجيل على اللائحة الانتخابية. رأست وزيرة الإسكان والعمران والاصلاح الترابي فاطمة متحبيب بمدينة زويرات اجتماعا ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح العمومية إذانا بانطلاق حملة شرح وتحسيس حول أهمية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل. ودعت الوزيرة خلال الاجتماع سكان الولاية إلى الإقبال على مراكز استقبال المواطنين لسحب بطاقات تعريفهم من أجل ضمان مشاركتهم في الاستحقاقات الرئاسية القادمة وأداء واجبهم الانتخابي عن طريق التسهيل على اللائحة الانتخابية. قادمين على استحقاقات مهمة واللي هي استحقاقات الرئاسية، وبيك المناسبة لابد نحسوا الناس ونحفزوها على أنها أولا ذاك اللي منه يلا يسحب بطاقة التعريف يسحبها وفي نفس الوقت يسجل. معناهاش معناه أن يلا نحسوا الجميع بأهمية التسجيل على اللوائح الانتخابية بهاللي حق المواطنين وحق مثلا يدل على مشاركة الفعالة المواطنين على أنهم يشاركوا في هذه التحقيقات اللي تخاض إن شاء الله عن قريب اللي هي التحقيقات الرئاسية، وربما يعودوا فم عرق والله مشاكل يحدوا من ذاك التسجيل وسحب البطاقات. وبكل مناسبة أنتم أدرى بها كمنتخبون كإدارة محلية نختار نشوفوا معاكم شنو هو السبل اللي له يسرعوا من ذيك من 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 عملية السحب والتسجيل على اللوائح. وبدوره أعرب والي تير الزمور السيد عبد الرحمن والخطري عن أهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية باعتباره الضمانة الأساسية للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة. وخلال الاجتماع أبرز المتحدثون من خلال مداخلاتهم السبل الأنجع لضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين على اللائحة الانتخابية في الولاية وتقديم يد المساعدة للذين لم يحالفهم الحظ لتسجيل أسمائهم على سجل الوثائق المؤمنة من أجل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية التي تخولهم التسجيل على اللائحة الانتخابية. كما قامت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بزيارة متابعة لسير الأعمال في بعض المنشآت التابعة لقطاعها بمدينة زويرات. شملت الزيارة قصر العدالة الذي يضم 12 مكتبا وقاعة جلسات، كما تفقدت تقدم الأشغال في دار الشباب الجديدة ومدرسة حي الترحيل المكونة من طابقين وثماني حجرات دراسية. واختتمت الوزيرة جولتها التفقدية بزيارة ملعب المدينة، وأوضحت أن الهدف من هذه الزيارة هو الإطلاع ميدانيا على المنشآت الجاري العمل فيها حاليا بعاصمة ولاية تير الزمور. ومن تير الزمور إلى تلارزا، حيث ترأس وزير التنمية الريفية مساء أمس في مدينة روسو اجتماعا حضره عدد من الأطر والفاعلين السياسيين في المقاطعة. وكان الوزير قد عقد اجتماعا مماثلا في مقاطعة تركيز في إطار حملة الشرح والتحسيس التي تقوم بها الحكومة حاليا حول أهمية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي. تميزت زيارة وزير التنمية الريفية لولاية ترارزة بعقد اجتماع في ركيز ضم السلطات الإدارية والبلدية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبون المحليون. شرح فيه الأهداف الرئيسية من مهمته داعيا الجميع على التسجيل على اللائحة الانتخابية. ونلاحظ
يهم الكثير من السكان خاصة مقاطعة الكنز اللي احنا فيها مما غابت وقلتم وحال البدن اللي مطلوب منكم هو تعبئة وتأطير مواطنين إلي نستجب في حال البدنية نستجب كاملين للائحة الانتخابية ويقدم بطاقات تعريف في الوقت المناسب. المتداخلون طرحوا جملة من التساؤلات تتعلق باللائحة الانتخابية والمدة الزمنية للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي. وعلى مستوى مقاطعة روسو عاصمة الولاية ترأس السيد إبراهيم المبارك محمد المختار وزير التنمية الريفية اجتماعا مماثلا حضره والي الولاية والسلطات الإدارية والبلدية وهيئات المجتمع المدني. رسالة صبحت رسالتكم أنتم كاملين وصبحتوا يا الله تبلغوها للناس كامل اللي ما جاء يا الله توصلوا الرسالة ويا الله البلديات يتنظموا وعدلوا اللجان ويشرفوا علي العملية إلين يتأكدون ما له يبقى حد ما سجل وتعود الناس عندها بطاقاتها وبالطريقة هي اللي لها يقدون ساهموا في ترسيخ الديمقراطية في البلد. وتمحورت مداخلات المواطنين حول أهمية هذا الإحصاء مستفسرين عن عدد من القضايا المرتبطة بعملية الإحصاء. رد عليها وزير التنمية الريفية مؤكدا حرص الإدارة على شفافية العملية الانتخابية برمتها. وهنا في نواكشوط ترأس الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية مساء أمس في مقاطعة دار النعيم اجتماعا تحسيسيا ضم السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين. ودعت الوزيرة سكان المقاطعة إلى التوجه لمكاتب الإحصاء للتسجيل في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي وسحب بطاقات التعريف الوطنية. في مقاطعة دار النعيم أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية السيدة مكفولة من تاقاط خلال سهرة تعبوية حرص السلطات العمومية على تسهيل كافة الإجراءات لتمكين المواطنين في السن الانتخابية من تسجيل أسمائهم على اللوائح الانتخابية أو تجديدها على اللائحة في حالة الانتقال تحت أي ظرف من منطقة انتخابية إلى أخرى. وجددت الوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية تمسك الدولة بما يخدم مصلحة المواطن في الاختيار الحر الذي يعتبر التسجيل على اللائحة أحد شروطه الأساسية مذكرة في هذا الصدد أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة بضمان التسجيل على اللائحة الانتخابية. يجب أن نسعى على أن تتم الانتخابات الرئاسية بوقتها وموعدها وبدون تأخير وهذا بطبيعة الحال يتطلب من التسجيل في هذه المدة القصيرة المفتوحة اللي هي فتحت من يوم أمس لمدة 45 يوم. إذن يجب أن يقوم كل واحد منا بالتسجيل على هذه اللوائح الانتخابية وأن يعبئ أسرته والأسر مجاورته ومن له حق عليه في الصوت أو في التوسط أو في التوجيه أن يوجه الجميع للتسجيل على اللوائح الانتخابية لأنها كما ذكرت واجب وطن ونحن نشترك كمواطنين فقط في الواجبات الوطنية لأننا نفترق بكل تأكيد في خياراتنا نفترق في توجهاتنا نفترق في من نريد أن يكون رئيسا علينا ولكننا يجب أن تكون بيننا قضايا من المشتركات. وضمن برنامج التعبئة والتحسيس بخصوص التسجيل على اللائحة الانتخابية كانت مداخلات حاكم المقاطعة والفاعلين السياسيين والناشطين في منظمات وهيئات المجتمع المدني تأكيدا على ضرورة تنسيق الجهود وتنظيمها لتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون في المقاطعة مما يخدم المستقبل السياسي للبلد. اختتمت مؤخرا في مركز التبادل والتكوين عن بعد سلسلة من الدورات التكوينية التي نظمتها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع مشروع دعم قدرات القطاع العام الممول من طرف البنك الدولي لصالح الفاعلين في مجال الصفقات العمومية. وقد استفاد من هذا البرنامج 218 مشاركا مثلوا سلطة التنظيم واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية والاتحاد الوطني لأرباب العمل ولجان إبرام الصفقات العمومية والسلطات المتعاقدة.
218 فاعلا في مجال الصفقات العمومية تلقوا على مدى 3 أشهر سلسلة دورات تكوينية وزعت على 13 دورة تكوينية تناولت مواضيعها التعريف بالمدونة الجديدة، ومكنت هؤلاء الفاعلين من التحكم بفاعلية أكبر لتأدية المهام المتعلقة بمراحل عملية منح ومراقبة وتنظيم الصفقات العمومية. أرجو أن تكون الدورات التكوينية المنظمة من خلال هذا البرنامج قد مكنتكم من زيادة قدرتكم على التحكم في الأدوات والتقنيات الملائمة لسياق عملكم طبقا لمدونة الصفقات العمومية المعمول بها. وأنوه هنا بأننا كسلطة تنظيم قد استفدنا كثيرا من آرائكم واقتراحاتكم البناءة والهادفة حول الوثائق النموذجية والمواضيع الأخرى، وسوف نأخذها بعين الاعتبار لجعل الوثائق النموذجية ملائمة للمعايير الدولية وأكثر قابلية للتطبيق من جهة، ولتحسين الدورات التكوينية القادمة من جهة أخرى. المشاركون أكدوا استفادتهم من هذه الدورة التي تم خلالها تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في اللجان. خلق فيه تبادل الخبرات بين المشاركين، اللي كل لجنة كانت تقبض أمور ومخلق نقاش مثمر وتحسنت خبرات الناس فيه، ظاهر لأنهم نتيجتهم الدور تظهر في المستقبل بصفة إيجابية وبصفة عامة على الصفقات العمومية وموريتانيا. وقد تم التركيز على مواضيع شملت الجوانب المختلفة لعملية الصفقات العمومية. تم التركيز على تكوين المستفيدين المشاركين في هذه الدورات التكوينية على كيفية إبرام الصفقات العمومية، كيفية تنفيذها، كيفية مراقبتها وجوانب أيضا من تنظيمها. كذلك أيضا باسم حالة يتم تطبيق الوثائق المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية حتى تخضع للمعايير الدولية المعترف بها في هذا الحقل الهام. نشير إلى أن هذه الدورة نظمتها السلطة التنظيم للصفقات العمومية بالتعاون مع برنامج دعم قدرات القطاع العمومي بريسكاب الممول من طرف البنك الدولي، وأسندت مهمة التكوين لمكتبي ساجس كونسيلت الموريتاني وكوديف التونسي الرائدين في هذا المجال. اختتمت في نواكشوط أشغال ملتقى تفكيري لتحديد ملامح استراتيجية وطنية للكتب المدرسية منظم من قبل المعهد التربوي الوطني بالتعاون مع إدارة مشاريع التهذيب والتكوين. ويهدف الملتقى الذي دام 3 أيام إلى تحديد معالم استراتيجية وطنية تضمن توفير الكتاب المدرسي وتوزيعه في الوقت المناسب. أسدل الستار على الملتقى التفكيري لتحديد ملامح استراتيجية وطنية للكتاب المدرسي، وقد تميزت فعاليات هذا اللقاء بعروض ونقاشات تناولت السبل الكفيلة برسم استراتيجية وطنية تساهم في تحديد وتطوير الكتب المدرسية لتلائم متطلبات العصر. الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني ألقى كلمة بيّن فيها أهمية المواضيع التي تم التطرق إليها في هذا اللقاء. ها أنتم بفضل الله ثم بجهدكم ومثابرتكم أمضيتم 3 أيام من البحث الجاد والنقاش المثمر، توصلتم خلالها وبدون شك إلى مقترحات عملية ستؤسس لا محالة لوضع استراتيجية وطنية تؤمن للنشئ الموريتاني بالوفرة والجودة المطلوبين الوسيلة التربوية التي لا غنى عنها ألا وهي الكتاب المدرسي. ويدخل تنظيم هذا الملتقى التفكيري في إطار الأنشطة التي يقوم بها المعهد التربوي الوطني الرامية إلى تحديث الكتب المدرسية لتلائم المتطلبات العلمية الحديثة. نظمت إذاعة موريتانيا اليوم أياما مفتوحة شارك فيها برلمانيون وسياسيون وممثلون عن المجتمع المدني، وتسعى هذه الأيام إلى بحث وتطوير آليات جديدة من شأنها العمل على حفظ التراث الإذاعي وتنمية وتطوير الخدمة العمومية. 10 البرلمانيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني جميعهم كانوا على موعد مع الأيام المفتوحة التي نظمتها الإذاعة سبيلاً إلى إشراكهم وإطلاعهم كممثلين للشعب على أحدث مواد إعلامية أنتجتها في السنوات الأخيرة
وأخرى تعود لخمسينيات القرن الماضي، جمعت في ثنائيتها بين العراقة والحداثة لتروي بصورها وأبعادها المختلفة قصة وتاريخ شعب أبى إلا أن يكون فكان. ضيوف الإذاعة تابعوا شروحا فنية وتقنية مفصلة وفيلما وثائقيا عن أهم المراحل التاريخية للإذاعة والورشات التي تم إطلاقها في هذه المؤسسة كقناة المحضرة والأقطاب التنموية المختلفة والمشاريع التي تنوي الإذاعة تنفيذها في القريب العاجل. الإذاعة مهمة اللي تقد فعلا كيف قلنا تمكن المواطن أن يعود يعرف حقه، يعرف الصفة اللي دافع عنه بها بصفة مسؤولة ما خسر شيء على المجتمع، وتمكنوا من يعود عنده الأخبار الصحيحة، وتمكنوا من يعود عاس من الأمور كاملة من التطرف ومن قلت المسؤولية ومن العنصرية ومن القبلية ومن الجهوية ومن الطائفية ذي اللي هي خطر اللي يجبر المجتمعات. أنا بعد بالنسبة لي والله هذه مولانا عنها بالنسبة لي ياسر من الموريتانيين هذه قناة المحورة لأنها إنجاز عظيم، وعنها هي وحدها هدن قدون قرش وعنها توحد الموريتانيين تحت سقف واحد بها اللي الموريتانيين ما توحدهم السياسة يغير بعد الإسلام يوحدهم وكلمة الإسلام توحدهم. وكانت فرصة مهمة حتى لأننا طلعنا على غضر من الإنجاز اللي كان مفصول فيه واللي جسد في ذي السنوات الأخيرة الثلاثة الأخيرة التالية في مجال الإعلام بصفة عامة، وذاك المرعي منه المسموع، واليوم جينا ياك نوقفوا الى ذاك من قريب بحضورنا لهذا اليوم المفتوح لإذاعة موريتانيا. القائمون على تنظيم هذه الأيام أكدوا أهميتها نظرا لبعديها الوطني والتنموي. الهدف هو خلق إطار من التبادل حول هذه الورشات، حاولنا من خلال هذه اللقاءات أن نشرك الجميع في إنجاز وتصور حتى تصور مشاريع مستقبلية تخدم الإذاعة وتضمن لإذاعة الخدمة العمومية أداء رسالتها بالشكل المطلوب. وتدوم هذه التظاهرة ليومين كاملين، سيعمل المشاركون خلالهما على تقديم الأفكار والآراء حول الخدمات التي تقدمها الإذاعة والبحث عن السبل الكفيلة لجمع وحفظ ما تبقى من ذاكرتها. احتضنت دار الشباب القديمة مساء أمس تظاهرة سياسية نظمها تجمع مبادرات تحت الشعار نعم لخادم المصحف والمحضرة والشعب رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. وقد أصدر هذا التجمع الشبابي بيانا ذمن فيه الإنجازات التي تحققت في البلاد والاهتمام الذي حظيت به الطبقات الفقيرة من المجتمع من خلال إنجاز العديد من المشاريع التنموية والبرامج المدرة للدخل. كما كانت هذه التظاهرة مناسبة تحدث خلالها عدد من الفاعلين السياسيين الذين عبروا عن تذمينهم لما تم إنجازه في مختلف المجالات. وقد شكر الأمين العام والمساعد لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد والحنين أصحاب هذه المبادرة واستعرض بعض الإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف الميادين. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأخذ ماله ياسر من انتخابات نيابية وبلدية اهبت فيها مداق ودرته وانتشاره في المناضلين على كافة حدود التراب الوطني، الشيء اللي مكن له على أنه يحصل على أغلبية مريحة على مستوى الجمعية الوطنية وعلى مجموع العمد داخل التراب الوطني، وهذا يثبت على أن الذراع السياسي البرنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز ذراع فعال وناجع وقد مؤازرة الحكومة يبلغ مستوى تنفيذ البرنامج نسبة مرتفعة جدا طبقا لتطلعات وطموحات الشعب الموريتاني الأبي والعزيز. وبهذه المناسبة نختير نشكر الحضور الكريم وأصحاب المبادرة
اللي هي مبادرة جيل عزيز لوطن عزيز. على هذا الاجتماع وهذا الحضور الغفير ما شاء الله، واللي نبأ واللي قطع عنه دليل ساطع على مدى تمسكهم بخيارات الأخ محمد والعبد العزيز والجهود اللي قائم بها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع الزميل إبراهيم محمد المختار وجديد عالم الرياضة. شكرا لك منات، السلام عليكم. يحتضن ملعب المنزل الأولمبي بالعاصمة التونسية في الخامس من الشهر القادم المباراة التي ستجمع بين منتخبنا الوطني للشباب أقل من 20 سنة بنظيره التونسي للشباب ضمن منافسات ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة للدورة 19 لكأس أمم إفريقيا للاعبين أقل من 20 سنة. هذا وكان الاتحاد الإفريقي قد اختار طاقما تحكيميا من غينيا لإدارة هذه المباراة بقيادة الحكم المركزي بابالينو ومساعديه عبد الله سيليبي وسيليا وعبد الله رافي والحكم الرابع أوسمان ياكوب. أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم رسميا انطلاق العمل في أكاديمية كرة القدم التي ينتظر منها الاهتمام بالمواهب الصاعدة في مجال كرة القدم وصقلها وتوفير الظروف المناسبة لرعايتها مع مواصلة الدراسة على أعلى المستويات. ويشرف على الأكاديمية طاقم فني بقيادة الإسباني لويس فوليتيس الذي سبق له العمل في مركز تكوين ناشئي فالنسيا قبل ارتباطه بالعقد الجديد لقيادة عمل الأكاديمية الموريتانية. وقد اختار فوليتيس عددا من الناشئين على مستوى العاصمة نواكشوط لضمهم إلى الأكاديمية والعمل معهم خلال السنة الحالية. ومن المقرر أن يضع برنامجا طويل المدى لاكتشاف المواهب عبر جميع ولايات الوطن ليكون العدد المختار في نهاية المسار 50 ناشئاً في المرحلة الأولى. تمكن كل من فريقي الكجية والإكسار من العبور إلى المرحلة بلاي أوف البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تمكن فريق الكجية من إجبار فريق تفرق زين الذي ضمن التأهل إلى المرحلة القادمة من البطولة على التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثل خلال المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الأولمبي، فيما تمكن عميد أندية كرة القدم الوطنية من التأهل على حساب فريق الجيش الذي شكل الحصان الأسود خلال المرحلة الأولى من البطولة، وكان من بين أقوى المرشحين لنيل اللقب حيث تلقى الخسارة بهدف صريح من إمضاء مهاجم الفريق المتألق بويجيلي والسالم خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب المرحوم شيخة والبيدية. بهذا تنتهي جولتنا في عالم الرياضة لهذه الليلة. أعود بكم إلى الزميلة مناتة، دمتم في أمان الله. شكرا للزميل إبراهيم. وبذلك نصل المشاهدين الكرام إلى نهاية النشرة، عود على بدء وتذكرون بأبرز ما جاء فيها. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على مشروع قانون النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض. عدد من أعضاء الحكومة ينظمون اجتماعات تحسيسية في نواكشوط والولايات الداخلية حول أهمية نجاح الإحصاء الانتخابي التكميلي. اختتام الدورة التكوينية التي نظمتها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع مشروع دعم قدرات القطاع العام. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة ودمتم في أمان الله.